دي كل الفلوس اللي انا حوشتها، اكسر الحصاله وعدهم وشوف ممكن يخلوك بابا قد ايه. ليه كده يا بنتي؟ ليه يا حبيبتي؟ انا ابوكي طول الوقت. بس انت بتعمل حاجات كتير مع الولاد التانيين عشان بيدوك فلوس ومش بتعمل معايا حاجه. انا عاوز اعمل معاك حاجات كتير قوي بس مش عارفه الفلوس هتكفي ولا لا. بس حبيبتي انت بتقولي ايه؟ انت خدت مني، عملت كل ده علشانك، عشان يبقى ليا لازم. بس شوفي انت عايزه تعملي ايه؟ كل اللي انت عايزاه هنعمله. دي كل الحاجات اللي عايزه اعملها معاك، وفي في الظهر كمان. اول حاجه عايزه نفطر مع بعض. ايوه انا بحب افطر معاك. نفطر مع بعض؟ تحب نجهز الفطار مع بعض؟ هو ينفع هنا؟ تعالي. بص بقى يا ستي، أول حاجة بنجيب الجديدة كده الدنيا ما تلزقش. ينفع كمان اعمل؟ طبعا يلا. انا كمان هعمل. شاطر زعيم. ايوه كده.